اليوم عندنا مرسيدسات 2 نوع GL 2012. قبل كم يوم نزلت لكم 2017 هم قطعتين، واليوم هذن اثنين 2012 اللي هي هاي البيضة وهذه السوداء. اثنيناتهم مرقمات، اثنيناتهم عنوانهن سليمانية، واثنيناتهم أرقامهن أربيل. نبدي لكم بالبيضة أو ماكو فرق، هذه هي من خارج، هاي بدون صبغ شباب، مكفولة بدون قطرة صبغ، والمواصفات فول. اثنيناتهم نفس الداخل بس لون الخارج يختلف، سوداء وبيضة. اثنيناتهم 8 سلندر، اثنيناتهم 7 راكب. بالنسبة لي ترى سارة الجي ال عملية وخدمية، وجماعة المرغوب والما مرغوب، لو ما مرغوبة عندي هذن اثنين، هم اثنين 2012 وعندي اثنين 2014 وعندي اثنين 2017. تمام، هذه هي من الخارج. هذني راح يكون اسعارهم ثلاثينات، يعني ممكن انه هذه 33,000 دولار، والسودة هم 33. بيهن مجال اللي يرغب بالشراء واللي يدور خليه يجي يوصلنا ويتعامل احسن، مو بالتليفون، لما احتراماتي شو اللي دي خابرون قفل قفل قفل، اريد القفل عمي تعال، ما اقول قفل قفل قفل، كل شيء عمله والعمله حلال، تعال قلب السياره واقتنع بيها، وذيك الساعه تامر امر، قفل قفل قفل، ما اقول قفل قفل قفل، كل شيء عمله وكل شيء مجال بيه. صندوق كهرباء طبعا، وهذن الكشنات هم كهرباء، تبريد مركزي، سلايد امامي وسلايد خلفي اللي هو مثل ما تشوفون منه، شاشات خلفيه ايضا، شاشة هم أمامية، كاميرا وجقات تصعد وتنزل. هذه السوداء. البيضة قلنا بدون صبغ بدون بارد، أما هذه السوداء ركزوا وياي اللي هي هالقد بالبنيت، مو ضربة لدرجة حتى دعاميتها مو مصبوغة، مو ضربة وبتشم ودواخر نهائيا، على مود الشخوط مصبوغ هذا البنيت مالتها، وهم مو كله. وهذا عندك سونر تشوفون، حتى الصباح من هنا ما بيهن، من هنا ماكو صبغ ومن هنا ماكو، بس من هنا بس، هذا من يأشر عليه بالقناه الماجيك ينطي زياده، عمي ابيع بنيت صبغ، اي حادث اي ضربه اي ارباك اي دواخل اي دقه شاكوش تاخذونها ببلاش، هاي السياره على مود لا حد يشكك بكلامي نهائيا. على فكره ثنيات الماشيات الثمانينات، هاي 87 وهذيش تقريبا هم بالثمانينات اقل من هاي، كشنات تدفئة وتبريد هم بيهن، سيارة كلش عملية. هاي لو اس كلاس، جماعة تقول اس هاي غراضها ما موجودة ولا شيء، يعني بس للمعلومة ترى هاي اس كلاس بس عالية، لا اكثر ولا اقل، عبارة عن اس كلاس بس عالية، يعني جير ماكينة كهربائيات عقود كلها اس كلاس، بس هذه عالية شكلها يختلف، خليجيات استلام شركة اثنين وكالة هذا باجقر. هاي الدقمة مال كشنات مثل ما تلاحظون، اللي يرغب بالشراء سأترك لكم رقمي وخليكم على راسي، أخوكم عدي البينا. في كلاس مرسيدس حجم في 220، يعني 4 سلندر ديزل، سارة بدون صبغ، موديلها 2014، جاماتها مظللة وبيها كتاب من المرور مذكور بالسنوية انهم مظللة، قلنا لكم انه بدون صبغ وبدون ملاحظات، جديد نظيف كامل مكمل مرقم، وحتى هذا الرقم الجديد عليه. هاي الجامعة تنفتح بوحد عن الصندوق قطعتين، والصندوق كامل هم ينفتح،
عنوان السيارة بسليمانية، وهذه هي من الداخل. سعر السيارة 3 شدات و85 ورقة، يعني 38.5 بس نقد بدون مراوص. مواصفات فول، رادار، وهذا مال خط الشارع، حساسات وكاميرا وشاشة ودبل ماوس. ماشي السيارة 100,000 كيلومتر بالضبط، وكلها بتركيا تقريبا 8 مرات 9 مرات مسافرين بها لتركيا على كلام صاحبها. السيارة معروضة يعني، فأي واحد يرغب بالشراء راح أترك لكم رقمي بالإعلان تتصلون عليه، وأرجو أن يكون المعاملة فقط نقد، لأن مثل ما قلت لكم معروضة يمي وليس تابعة إلي. إلى هنا نختم الفيديو، أخوكم عدي البيني، اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي. تحياتنا لكم وشكرا لمشاهدتكم الطيبة، إلى اللقاء.